إذن مشاهدينا، الحديث عن هذا المعرض وأبرز المعروضات والأهداف لحد من ظاهرة استهلاك المجتمع في المخبوزات والمعجنات، يسرنا أن نرحب بضيفنا هنا في الاستوديو سعادة الأستاذ عبد الرحيم المصلط، وهو الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لهذا المعرض. نرحب فيك وحياك الله سعد الرحيم. الله يحييك، يا أهلا وسهلا. يسعد صباحك. أكيد في البداية أستاذ عبد الرحيم، خلينا نتكلم عن الاستعدادات. دائما لما بيكون في فعالية بنوع مختلف ونوع مميز وزيادة توعية أكثر، بيكون لها استعدادات خاصة وخطة أكبر. خلينا نتكلم شوي عن الاستعدادات لهذه الفعالية. صحيح، بالنسبة للاستعدادات الخاصة بتنظيم المعرض السعودي للمخبوزات والمعجنات بدأت حقيقة من 7 أشهر، وكان الهدف من البداية المبكرة هو الحرص أن يكون هناك معرض متكامل. طبعا نقصد بمفهوم المعرض المتكامل أن جميع الأطراف ذات العلاقة مشاركة فعالة في المعرض. ولو طبقنا هذا المفهوم، عشان يكون المشاهدين الأعزاء فكرة عن مفهوم المعرض المتكامل، لو طبقنا هذه الفكرة على معرض السعودي للمخبوزات والمعجنات، وجدنا أن الجهة الموردة لمادة الدقيق، وهي المادة الأساسية في إنتاج المخبوزات والمعجنات، هي المؤسسة العامة للحبوب، فهي المؤسسة القائمة على هذا المعرض. أيضا مشارك في المعرض أهم وأبرز الشركات العاملة في قطاع المخبوزات والمعجنات، بالإضافة أن كان فيه طبعا دعوة عامة للعامة للحضور، وهم المستهلكين لهذه المنتجات. بالإضافة أن حرصنا أنه يكون فيه فرصة لمشاركة أيضا الأسر المنتجة اللي إنتاجها يتعلق بالمخبوزات والمعجنات. طبعا تم توفير لهم مساحة مجانية وتم تجهيزها لعرض منتجاتهم. أيضا لاكتمال مفهوم المعرض الشامل والمتكامل فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية، ولقائنا هذا يعني مثال على الموضوع هذا. فتلاحظ أن جميع أصحاب العلاقة من المورد للمادة الدقيق حتى المستهلك والتغطية الإعلامية متواجدة، فكان في استعدادات يعني خلال الفترة السابقة يعني بشكل محترف ولله الحمد، لتقديم معرض يحقق الأهداف التي يقيم من أجلها. نعم، ممتاز. طيب سعد عبد الرحيم، يعني هل عندكم مثلا إحصائيات عن الاستهلاك؟ احنا قلنا في البداية انه اقتصاد واستهلاك، صحيح. كيف يعني المعرض هذا يخدم هذه المعلومة بإيش؟ يعني كيف الواحد يقتصد فيما يتعلق بالإحصائيات والأرقام؟ هذه لغة جدا مهمة ودائما تعطي صورة واضحة للمتلقي، لكن بحكم القطاع متعدد المنتجات، فلما مثلا نذكر المخبوزات المعجنات فيه الكثير والكثير من المنتجات. على سبيل المثال الخبز مثلا، الصامولي، السمبوسة، كل هذه من المنتجات. فكل منتج ما يتعلق بنسبة الهدر والفاقد أثناء العملية الإنتاجية يختلف من منتج إلى آخر، فما نستطيع أن يكون لدينا أرقام ونعممها على كامل القطاع، لكن فيه مؤشرات نستطيع من خلال هذه المؤشرات نشعر أن يجب أن يقرع الجرس فيما يتعلق بالهدر، من خلال ما نرى في وسائل التواصل الاجتماعي. على سبيل المثال أجلكم الله، نرى كثير من الجهات المنتجة يعني تتخلص من فوائض الإنتاج برميها في مكبات النفاية أكرمكم الله، أو أيضا يعني نرى بعض المشاهد، هذه المشاهد تعطي مؤشر أنه فعلا في هدر في هذا القطاع، لكن كأرقام معينة إلى الآن ما في دراسات، و يعني في صعوبة للوصول لها يعني. نعم، وإذا سمحت لي ممكن في بالإشارة لموضوع الإحصائيات، أن نشجع الجامعات والمعنية يعني من تخصصات فيما يتعلق بالإحصائيات أنهم يدرسون الوضع هذا ويقدمون إحصائيات
يعني كمساهمة في توعية المجتمع. زي مشروع تخرج الطلاب أو شيء. نعم نعم يكلفون فيه بالدخول في هذا القطاع ومحاولة يعني الحصول على هذه الإحصائيات. جميل جدا. يعني أستاذ عبد الرحيم ما شاء الله هذا المعرض يحمل رسالة أكثر من رائعة صراحة، وهي المحافظة على النعمة اللي دائما بتكون بين أيدينا. يعني صحيح. ما بنكون مستشعرينها، في ناس سبحان الله ما بيستشعروا الشيء إذا كان موجود بين يدهم. صحيح. فحلو هذا المعرض لزيادة الوعي في هذا الجانب. حدثنا عن دعم هذه الرسالة بشكل فعلي على أرض الواقع في المعرض، كيف كانت؟ هل راح يكون في ورش عمل مثلا لزيادة الوعي؟ هل راح يكون في أوراق عمل راح تقام وراح يتم المحاورة فيها والنقاش فيها؟ عظيم. فيما يتعلق بالتوعية في هذا المجال، تلاحظون أن العبارة المصاحبة للمعرض للجودة أعلى هدر أقل، هدر أقل. صحيح. فهذا يعكس مدى تركيز المعرض على هذا الجانب التوعوي. راح يكون إن شاء الله في المعرض ورش عمل يناقش من خلالها الطرق المثلى التي فيما لو طرقت بإذن الله تخفف الهدر، سواء في جانب الإنتاج من قبل المنتجين أو جانب الاستهلاك، لأن ما يزيد يعني من إشكالية أو تفاقم إشكالية الهدر أنه في الجانبين، فهناك هدر أثناء عملية الإنتاج، هدر لمادة الدقيق، وهذا ما يسمى يعني في علم الصناعة اللي هو الفاقد من المواد الخام، وأيضا هناك يعني هدر من ناحية المستهلك فيما يتعلق بطلب كميات كبيرة أكثر من اللازم. فبإذن الله بيكون في تركيز في المعرض، راح يكون في توزيع كتيبات وإرشادات، وأيضا راح يكون فيه ورش عمل تركز على الجانب التوعوي ورفع التوعية لدى الزوار بإذن الله. طيب أستاذ عبد الرحيم، يعني الآن بما أنكم توعونهم أكيد يعني المستهلك ممكن ما يفرق في حالات الغش، يعني إن صح التعبير. نعم. في معلومات دقيقة تعطون المستهلك أنه هذا الدقيق مغشوش أو لا؟ يعني المستهلك العادي ويشوف الدقيق وخلاص انتهينا، يعني في معلومات إيجابية تعطونها عشان الواحد يعرف أنه هذا؟ طبعا المؤسسة العامة للحبوب أخذت على عاتقها في هذا المعرض من خلال جناح المؤسسة العامة للحبوب تقديم كتيبات. الكتيبات هذه يعني تتضمن الكثير من المعلومات التوعوية فيما يتعلق بمهارات اختيار المنتجات، لأن جودة المنتج تؤثر على الهدر. أكيد. فكلما انخفضت الجودة كان من الصعوبة الاحتفاظ بالمنتج، وبالتالي يكون هناك اضطرار التخلص منه. نعم. صحيح. فالكتيبات هذه بإذن الله بتضمن يعني إعطاء جانب توعوي ومعلومات في هذا الجانب للزوار. جميل جدا. طيب أستاذ عبد الرحيم، دعنا نتكلم قليلا عن الجهات المشاركة في هذا المعرض ودعم تلك الرسالة، وهي الحد من هدر المعجنات والمخبوزات بشكل عام. هل كان في مثلا توجيه رسالة شمولية لكل من هو مشارك في هذا المعرض، أنه إحنا عندنا رسالة كذا، لازم بما أنكم أنتم مشاركون في هذا المعرض لازم تحملوا جزء كبير من هذه الرسالة لإيصالها لأكبر عدد ممكن من المجتمع والزائرين؟ نعم، الشركات المشاركة هي الشركات المنتجة في القطاع، فكان هناك يعني تفاهم فيما يتعلق بحرص هذه الشركات المنتجة على رفع جودة الإنتاج من الناحية الفنية، وأقصد فيها حرص الشركات على إنتاج المخبوزات والمعجنات باستخدام خطوط إنتاج تقلل من الهدر، لأن فيه طرق للإنتاج لكن صح. للأسف الهدر فيها عالي. فهذا من يعني الدور المناطب الشركات العاملة في هذا القطاع. أيضا فيما يتعلق بالمواد المستخدمة للتخزين، طبعا حفظ المخبوزات المعجنات غالبا يستخدم فيه البلاستيك، والبلاستيك أنواع، ففي بعض النوعيات تكون مخصصة لهذه المنتجات، وإذا حرصت هذه الشركات المشاركة على يعني تغليف منتجاتها بهذه المواد البلاستيكية أكيد راح ينعكس أيضا على إطالة عمر هذه المنتجات. صحيح. وبالتالي تقليل هدرها. لا أخفيكم، لا يقتصر الدور فقط على المنتجين بل على الجميع لتحقيق هذا الهدف.
طبعا بدأت المؤسسة العامة للحبوب يعني بشكل مبكر يعني برامجها لرفع الوعي، ومن ضمن خطواتها لإقامة هذا المعرض. وبالتالي شركاء المؤسسة العامة وهم عملائها وهم المنتجين يعني من المأمول فيهم إن شاء الله أنهم يستمرون في دعم هذا التوجه من خلال مسؤولياتهم فيما يتعلق بالحفاظ على الجودة، أيضا ما يتعلق بالمستهلكين لأنهم هم المستهلك النهائي ولهم دور كبير جدا في حفظ هذه النعمة. ممتاز. بسألك عن المعرض أستاذ رحيم، نعم. يعني هل المعرض فقط في الرياض ولا عندكم مناطق أخرى راح تقيمون مثل هذا المعرض عشان ما يزعلون إذا متابعين صباح السعودية؟ في ناس يعني مثلا في المناطق الأخرى يتمنون أنه يستفيدوا من هذا المعرض، هل فكرة، نعم. في فكرة أنكم هذه الدورة الأولى من المعرض، والمعرض بإذن الله بيحمل طابع الاستمرارية. ممتاز. وكما يعني ذكرت فيما يتعلق بتنقل المعرض في مناطق مختلفة، هذه الفكرة واردة، وأعتقد بكل يعني ثقة المؤسسة العامة للحبوب حريصة يعني بأشد الحرص على نشر هذا الوعي، فقابلة هذه الفكرة للتطبيق بإذن الله. جميل جدا. أستاذ عبد الرحيم، ذكرت أنه الأسر المنتجة لها نصيب في هذا المعرض. صحيح. هل مشاركة الأسر المنتجة راح تكون خاصة للمخبوزات والمعجنات فقط، ولا المجال قدامهم مفتوح في المشاركة مثلا بجميع الأكلات، ولا حبيتوا تتميزوا بأنه تخصيص مثلا المواد المقدمة منهم؟ حقيقة عشان يكون في اتساق، فكان مشاركة الأسر المنتجة مقتصرة على الأسر المنتجة للمخبوزات والمعجنات. جميل. والمعجنات، نعم. ممتاز، يعني تحمسونهم اكيد ما يدخلون للجانب هذا. نعم. الله يوفقكم ان شاء الله. اذا في كلمه اخيره قبل ما نودك استاذ، الكلمه الاخيره موجهه للمستهلك النهائي. لان حقيقه جزء كبير من هذا الهدر تحمله المستهلك النهائي بسبب تغير في مفهوم الثقافه حول الغذاء. طبعا الكل يعرف ان الغذاء هو حاجه وليس شيء من الكماليات، ولكن نعم. للاسف، وهذا الكلام موجه إلى ربات البيوت بشكل مخصص فيما يتعلق بتحضير موائد الطعام، للأسف الكثير، وهذا نراه في وسائل التواصل الاجتماعي، أن أصبح الحرص على مثل هذه المنتجات هو لإضافة الزينة وتزيين مائدة الطعام أكثر من أنها حاجة للأكل. فاختلاف المفهوم هذا يعني نتيجة طبيعية الهدر. نعم اكيد. فيعني نتمنى ان هذا المفهوم يكون واضح، ان فيما يتعلق باستخدام الاكل انه للحاجه وسد حاجه الانسان وليس للترفيه. نعم. جميل جدا، اكيد كل الشكر لك استاذ عبد الرحيم لاقامه معرض من هذا النوع لزياده الوعي وحمل رساله مهمه جدا لكل افراد المجتمع. كل الشكر، وتمنياتنا اكيد لكم بالتوفيق والنجاح واقامه مشاريع ومعارض من هذا النوع دائما باذن الله. شكرا لكم، يعطيكم العافيه. اتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله المعرض من 6 إلى 8، صح استاذ عبد الرحيم؟ من 6 إلى 8، بس عشان يحضرون. أيوة. المشاهدين هو يوم الاحد القادم باذن الله 6 إلى 8. الافتتاح يكون يوم الاحد الساعه 10 صباحا. ممتاز. والحضور يعني في فترتين. نعم، كويس. فترتين من الساعه 10 الصباح الى الساعه 1 الظهر. والفتره الثانيه من الساعه 4 عصرا حتى 10 مساء. ممتاز. نتمنى لكم التوفيق ومبروك مقدما النجاح هذا. شكرا لك، يعطيكم العافيه. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل معكم برنامج صباح السعوديه، خليكم معنا اكيد.